لمتابعة أخبار الألعاب الأخرى. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. أكد عاصم السعواني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي جاهزية النادي التامة لاستضافة بطولتي أفريقيا لكرة الطائرة سيدات ورجال خلال الفترة المقبلة. وأشار السعداني إلى أن هناك وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة سيزور النادي في منتصف شهر يناير لمعاينة منشآت النادي بعدما حصل الأهلي على حقوق تنظيم بطولة أفريقيا للطائرة سيدات خلال فترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم، وبطولة أفريقيا للطائرة رجال خلال فترة من 25 مارس إلى 6 من أبريل القادم. أعلنت لجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي عن مسابقة بين شباب الأهلي لتصميم أفضل شعار ولوجو للبطولتين. وقرر جرحي تشكيل لجنة لاستقبال التصميمات من أجل اختيار الأفضل من بينها بهدف مشاركة محبي الأهلي في كل الأحداث والفعاليات. يختتم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة ألعاب دمنهور في 6 مساء غدا الجمعة. ويؤدي الفريق ميرانه اليوم الخميس على جزئين، الأول بصالة الجيم بالنادي حيث يخوض اللاعبون ميرانهم البدني تحت إشراف الدكتور حسن عبد المجيد مخطط الأحمال، ثم يستكمل الفريق ميرانه الفني والخططي في صالة الأمير عبدالله الفيصل تحت إشراف المدير الفني محمد مصلحي وجهازه المعاون تامر تايجر محمود جمعة. ينهي الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر لها غدا الجمعة في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد والتي تقام بدون الدوليين. ويختتم الفريق تدريباته اليوم حيث يقوم الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد بشرح الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة ويحدد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العربية والعالمية.